قلبي. قاعد في الضلمه كده ليه يا حبيبي؟ كده احلى. كده احلى؟ انا اول ما شفت الشقه ضلمه قلت اكيد انت مشيت. ودي معقوله؟ بامشي واسيبك في الشقه اللي هو دي لوحدك؟ ده حتى تبقى قله ذوق. سلام. بس شكل البلية كده لعبت معاكي والكيكه طلعت في العالي قوي قوي قوي. قصدك على الشقه يعني؟ وهي دي شقه، دي قصر. البركه يا اخويا في عنتر بيه، هو اللي قببني على وش الدنيا وخلاني اشم نفسي احسن من البدرون الزباله اللي كنا مرصوصين فيه كده زي علبه السردين. هي من ناحيه احسن فهي احسن يا احلى دندن فيك يا مصر. طب بقول لك ايه يا بيبي، مش عايز تتفرج على الشقه؟ اللي عايز ده، انا مستني اللحظه دي من الصبح. يا اسمر انت جميل. طب تعال تعال. ايه رايك، عجبتك قوي؟ هي حلوه قوي. بس يعني انا شايف ان هي محتاجه تتظبط. وماله، تيجي نظبطها. يلا يا زين، انت هتفضل قاعد هنا؟ ده الفجر قرب يطلع. مش هتخش تنام؟ استنى حرب يا بركه. هو يتأخر؟ الله اعلم. طب انا مش قادر افتح عيني وعايز انام. خش نام انت بركه. ماشي. طب وانت؟ انا هحصلك بعد شويه. طب تصبح على خير. انت من اهل حبيبي. ورحمة امك يا شيخ. والعشرة اللي ما بيننا، لو احتاجتي حاجة أو احتاجتي حد تفضفضي معاه أنا موجود. ربنا بيحرمني منك يا زيد يا ابن الأشقر. تصبح على خير بقى. مش تقول كده من الأول يا سي حربي؟ جاي لي مصلحه يعني. انت عارفه يا دنيا، لو سمعت الكلام ده من اي حد غيرك ما كنتش ازعل، والله ما كنت ازعل، لكن منك انت ازعل، وازعل قوي كمان. احنا متربيين مع بعض وابتدينا عيش وملح سوا. اقصى عليك يا دنيا، عيب عيب لما تقولي لي ان انا ما جبتكيش غير عشان مصلحتي، عيب. احنا ما كنتش عارفانها يا دنيا. اقصى عليك اقصى. ده ايه يا حربي؟ في ايه؟ انت هتقلبها حكايه وزعله؟ ولا حكايه ولا زعلة ولا أي حاجة. مسك البتاعة دي. إيه ده؟ انسي الكلام اللي أنا قلت لك عليه ده خالص، بس يكون في علمك بقى أنا ما جيتلكيش غير عشانك وحشتيني وعشان عايز أشوفك وإني بعزك أوي 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 أوي. ماشي؟ وحكاية بقى سي عنتر دي جت كده، البتاعة دي بتتلبس إزاي؟ حكاية سي عنتر دي جت كده يعني إيه؟ وسط الكلام اللي أنا بتكلمه معاكي. بس زي ما قلت لك انسي خالص إن أنا قلت لك أي حاجة، وخلينا اصحاب احسن. ماشي؟ ايه ده؟ حربي استنى! استنى يا حربي! اوف! خلاص بقى يا حربي، ما تتقمصش وتعملهم عليا، ما كانتش كلمة يعني اللي انا قلتها. يا ست انا مش زعلان ولا حاجة، انا بس يعني واخد على خاطري شوية. وانا بقى ما يخلصنيش انك تاخد على خاطرك. يا بنت بس بقى بغير الله. يا بنت بتغير ايه؟ ايوه كده فكها امال. بص، أنا بكرة إن شاء الله هتكلم مع عنتر في الموضوع وبإذن الله يوافق. وإيه اللي يخليه بس ما يوافقش؟ أنت مش بتقولي إنه يتمنى منك الرضا؟ ما أنا عمري ما اتكلمت معاه قبل كده في موضوع شغل. هو ده شغل يا حسرة؟ ده ولا حاجة بالنسبة لمقاول كبير زي عنتر ده. وبعدين دي شوية خردة مخلفات العمارات اللي بيبنيها، هناخدها ونريحه منها خالص، وأي ما يطلب إحنا سدادين. إلا بقى لو كنت مكسوفة ولا محرجة تكلميه في حاجة، لا يبقى بلاش يا دنيا يعني بلاش. بلاش؟ بلاش إيه يا ولا؟ ده أنت أغلى حاجة عندي في الدنيا دي كلها. احنا سطر وغطى على بعض يا حربي، ولو انا ما وقفتش جنبك مين اللي هيقف جنبك؟ بس اعتبر الموضوع خلاص خلص. انا هتكلم معاه وباذن الله هيوافق، وهتعمل احلى شغل معاه، وهتطلع فوق 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 فوق. احبك يا بنت دوريا، احبك بحبك بحبك. يا مجنون. وكيكة على عالي يا بشر. هو
هو الواد حربي ما رجعش من ليله امبارح ليه؟ وغايب حجته معاه. ايوه هيكون راح فين يعني؟ وبعدين العربيه معاه، احنا مش هنلقط رزقنا النهارده ولا ايه؟ ولا بركه. انت ما لمحتش البنت دعاء وهي خارجه الشغل النهارده؟ دعاء؟ لا ما لمحتهاش. لا ليه؟ كيمو باشا بقول لك ايه؟ امرني. ما لمحتش دعاء وهي خارجه الصبح بدري؟ دعاء؟ لا دعاء ما خرجتش النهارده. ما خرجتش؟ اه. متعرفش ليه؟ ايه ده؟ الشاي بارد، جيب لكم غيره ولا ايه؟ ايه ده كيمو اهي، بس يكون تقيل وعلى نار هاديه. وعندك واحد تقيل على نار هاديه للشباب المتوتره. الو السلام عليكم، ممكن اكلم انسه ماجده؟ دقيقه واحده. ماجده، انسه ماجده. ايوه تليفون عشانك. الو ايوه ماجده، انا دعاء. ايوه يا دعاء، ايه اللي انت يا حبيبتي امبارح ده يا بنتي؟ ده الراجل حالف 60 يمين لا يوديكي في داهيه. ده قليل الادب وما شافش ريحه التربيه. ها وبعدين عايزه ايه؟ انا بس كنت عايزه الطقم بتاعي اللي نسيته هناك وكمان المرتب، فلو ممكن يعني يا ماجده. انا يا اختي ماليش دعوه بالكلام ده، كفايه اللي حصل امبارح. انا كل بس اللي عايزاه منك. بقول لك ايه يا دعاء، مشاكلك يا حبيبتي حليها لوحدك وما تدخلينيش في حاجه. اوكي سلام يا قطه. يا زين راح فين يا زين؟ في حاجة يا زين؟ لا مفيش حاجة، كنت عايز اطمن عليكي بس. أنا كويسة. أمال ما رحتيش الشغل النهاردة ليه؟ بقولك يا زين خليك في حالك ونبي بس وسيبني في حالي. ها؟ إيه يا بنت في إيه؟ قلتلك مفيش حاجة يا زين، أنا كويسة. أنت هتعمليهم عليا ولا إيه؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. وعايز الجليل لما سيبك تمشي لما أعرف إيه اللي حصل. مخنوقة يا زين، مخنوقة قوي، والدنيا ضاقت بيا مش عارفة أروح فين ولا أجي منين. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ طب إهدي طيب، إهدي بالراحة. قولي لي إيه اللي حصل؟ ما تلاقيش يا بنت الناس، اللي بيني وبينك هيفضل بيني وبينك. قولي. أصل أنا سبت شغلي إمبارح. رفضوكي؟ لا. أمال إيه؟ مدير الكافيتيريا حاول ابن الكلب. مد ايده عليكي؟ لا ملحقش ملحقش، ده انا ما سكتلوش، ده انا ضربته وكوهته على الارض وبعزقت كرامته في الارض. جدع بت ب 100 راجل. بس المشكله ان انا سبت لبسي كله هناك، وكمان مرتب الشهر اللي فات ما قبضتوش. وكلمت البت ماجده صاحبتي من شويه، قلت لها ماجده ساعديني، قالت لي راجل مستحلف لك لو دخلتي الكافيتيريا هتبقى وقعتك مطينه. يعني ايه يعني؟ عايز اضرب وقف على الفلوس وعلى الهدوم كمان؟ الظاهر كده. المشكله مش موضوع الشغل لوحده، مرات ابويا يزن مش عتقانه، فطالعه من النازله مقطمانه ومسممه جدتي بكلامها، وعايزه تتجوزني بالعافيه عشان تخلص مني. ايه؟ يعني عايزه تتجوزك؟ تتجوزك مين يعني؟ تتجوزني نتن اللي اسمه قبضايا. قبضايا؟ ايه قبضايا ازاي؟ ده انا ده انا اقتله، ده انا اكله باسناني. ايه اللي قبضايا يعني؟ انا قصدي يعني انه يعني انت كويسه يا دعاء، كويسه، تستاهلي حد احسن من المعفن ده 100 مره. 100 مره ايه؟ قولي مليون. الله يخليك يا زين، دايما كده جابر بخاطري والله. على النعمه، ما هو جبر خواطر. المهم اديني عنوان الكافيتيريا اللي انت كنت شغاله فيها واسم الراجل اللي عايز يضرب على فلوسك ده. ليه يا زين؟ انت ناوي تعمل ايه؟ كل خير ان شاء الله. زين اوعى يا زين تكون ناوي تعمل حاجه كده ولا كده يا زين، تفضحني بيها، ترضالي الفضيحه يا زين. معاش ولا كان اللي يفضحك. قولي بقى العنوان واسم الراجل. قولي بقى ما تخافيش. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا. يا سلام، احلى افطار من احلى دندن فيك يا مصر. يا واد يا واد بطل محلسه. قول حقي بقى، بتمحلس اليومين دول؟ ما ياكلش الكلام ده، بسمع منه كتير قوي في الكباريه. بس ما بتسمعوش من حربي اللي لاي اي ولا زي اللي في القلب واحد بس يا حربي. مين يا بت؟
قولي لا اي اي وانا زي زي احبك يا اصبر انت جميل. يلا استاذن بقى. ايه ده رايح على فين؟ زمان الواد زين وبركه مستنيني من الصبح. طيب هترجع تاني؟ طبعا ده كلام، بس انا بقى هكلمك بكره الصبح اشوفك عملت ايه في موضوع عن تربيه. اعتبرها مقضيه. والنبي الاستاذ فتوح هلاقيه فين؟ اسال في الكاونتر. الف شكر. الاستاذ فتوح مكتبه في اخر الطرق. هاتي حته يا بنت، هاتي بوسه يا بنت. مزاجك عالي قوي النهارده يا توحه. ايه مجهوده البصلات الحلوه والكميه والشغل جمدانه يا بنت انت كده. ايه في ايه؟ في ايه؟ طبعا اذنك يا استاذ فتوح. روح يا اختي. في ايه؟ في ايه؟ انت مين يا جدع؟ انت وعايز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه؟ انا ما اقبلش التهديد ولا قله الادب. لو قربت مني هندهلك عمال الكافيتيريا يشيلوك ويرموك في الشارع. لو قربت خطوه تانيه او لمستني هطلب لك البوليس. هو في ايه بالظبط؟ دعاء. مالها دعاء؟ لما مشيت امبارح سابت هدومها. هدومها؟ هي فين؟ حضرتك هناك، هناك في كيس البلاستيك الاسود اللي على الكرسي اللي جنب الكنبه هناك دي. المرتب. مرتب ايه؟ هو حضرتك تقرب لها؟ ما يخصكش. المرتب. بس خلي بالك هي مخصوم منها 8 ايام. وبعدين بقى هتقرفني معاك ولا ايه؟ حاضر حاضر. انا عايز منك 350 جنيه ما يقلوش مليم. حاضر. حقها. حاضر حاضر اتفضل معاك. خد اللي انت عايزه. خدهم خدهم خدهم. تشكر يا باشا. معقول يا باشا؟ طب ما تخلي خلي. طيب ايه يا عم الامور؟ انا الايام اللي قضيتها في السجن اكتر من الايام اللي قضيتها براه، واصحابي اللي في السجن ايوه اكتر بكتير قوي من اصحابي اللي براه، واحمد ربك انها عدت على كده. بس وديني وما اعمل وايمانات المسلمين، لو فكرت حتى تهوب من دعاء هكون واخد عمر. حاضر يا باشا. مش فاهمني؟ حاضر. مش عامل كده تاني. خلاص حرمت يا باشا، حرمت يا باشا، خلاص يا باشا، خلاص خلاص يا باشا. وبطل الحركات الوسخه اللي بتعملها مع بنات الكافيتيريا دي، خلي ربنا يفتحها في وشك بقى. سلام. عم رزق. خير يا حرب يا ابني؟ العربية ما بتتش في الموقف امبارح ليه؟ معلش يا عم رزق، كان عندي مصلحة كده بقضيها خدت مني طول الليل. ربنا يوفقك يا ابني. ربنا يكرمك. بقول لك ايه؟ عايزك تغسلها كده وتروقها وتخليها لي عروسة في ليلة الدخلة. وهتزفها على مين ان شاء الله؟ صاحب النصيب بقى عم رزق. ماشي يا ابني. الله يستر طريقك يا ابني حربي. ايه يا عم؟ كنت فين الليلة امبارح؟ كنت بكسر المله، بكسر القله. بقول لك ايه؟ الواد زين فين؟ معرفش، راح مشوار ومش هيتاخر. ما قالكش مشوار ايه؟ لا انا وانت كنت قلت لما هو هيقول. اه يا عم جه اهو. هو راح على فين كده؟ تلاقيه عند عم نوفل. عم نوفل؟ اه يا حنين. يا نعم. صباح الخير يا ست عطيات. اهلا. هو عم نوفل موجود؟ عايزه في ايه؟ يا ابدا اصل كنت انا يعني. مين يا عطيات؟ ده زين يا سينوفل. خليه يدخل. تعالى يا زين يا ابني تعالى. خش. اسلمي. اهلا اهلا يا زين. ايه يا ابني؟
بقالنا مدة ما شفناكش. معلش بقى يا عم نوفل، مشاغل والله، انت عارف الدنيا تلاهي. خير خير يا زين؟ خير ان شاء الله. انا كنت معدي قلت اطمن واسلم ويعني. اهلا وسهلا يا زين. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. الله، ايه العباره؟ هو ايه الموضوع؟ لا مفيش حاجه، انا بس بعد اذنك انا عم نوفل كنت عايز دعاء في كلمتين. طيب ما هي قدامك اهي. لا هكلمها بس كلمتين بيني وبينها كده يعني، ده بعد اذنك طبعا. يا حلولي، كلمتين بينك وبينها؟ ده في اسرار بقى. ايه يا دودو، ايه الموضوع يا روحي؟ بعد اذنك يابا، تعالى يا زين بره. شفت المقروسة؟ خدت الواد من ايده وخرجت، ولا كانك قاعد ابوها ونايم على ودانه. ما تقول حاجه يا نوفل. الله، ما يمكن عايز يستلف منها قرشين. يستلف كمان؟ هي ناقصه؟ قوم ما تقعدش زي البروطه، لا بتهش ولا بتنش يا برودك. انا مش عارفه اقول لك يا زين على وقفتك معايا دي. ما تقوليش حاجه. ايه، هو احنا غرب عن بعض ولا ايه يا بت؟ ربنا يقدرني على رد جميلك ده يا زين. برضو جمايل؟ في بينا جمايل احنا؟ ما انا عارفه ان احنا اكتر من الاخوات. اخوات؟ ماشي يا ست، نمشيها المره دي اخوات، بس خدي بالك من نفسك. قولي لي صحيح، هتعملي ايه بعد ما سبت الشغل؟ حسبها على الله، محدش بيموت من الجوع، وان شاء الله ربنا يرزقني بشغل احسن منه 100 مره. انا بجد زي مش عارفه اقول لك ايه، كتر خيرك وربنا ما يحرمني منك ابدا. فتك بعافيه بقى. الله يعافيك يا دعاء.